بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد باشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح ليسن 1 في يونت نمبر 1 ميجرنج تولز. وكنا بدأنا في الفيديو اللي فات ان احنا نتكلم على الفوليوم، وقلنا ان الفوليوم ده احنا مش هنحسبه بس للليكويد، احنا هنحسبه كمان للسوليد. وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها ليكويد وحاجة اسمها سوليد. والليكويد احنا علشان نحسبه بنستخدم له الجراديويتد سيلندر. وقلنا ان الجراديويتد سيلندر دي عباره عن تول بنستخدمها فور ميجرينج ذا فوليوم اوف ليكويد، او بنستخدمه عشان نحسب الريجولار سوليد. قبل ما نبدا خلينا نتكلم شويه عن حته سوليد وليكويد، لان في منكم اللي بعتوا لي بيقول لي يا مستر احنا عايزين نفهم يعني ايه ليكويد وسوليد. ليكويد يعني سائل، ليكويد يعني حاجه زي الووتر، زي الميه، زي الفينجر، زي الخل مثلا، زي السوب، الشوربه اللي بتشربها دي ليكويد. انما السوليد حاجه بتقدر تمسكها، زي البن، زي البوك، زي الموبايل مثلا، زي البيبر، زي البلاستيك، كل الحاجات دي سوليد. طيب السوليد ده انواع، في نوع منه اسمه ريجولار وفي نوع اسمه ايرريجولار. يبقى في نوع اسمه ايه؟ ريجولار اللي هي بتتكتب كده ريجولار سوليد، وفي حاجه اسمها ايرريجولار ايه؟ الريجولار ايه سوليد. ايه الفرق يا مستر ما بين الريجولار والايرريجولار؟ الفرق بين الريجولار والريجولار ان الريجولار اللي هو اسمه ريجولار ده بيبقى منتظم، ريجولار اللي هو ده بيبقى منتظم، بمعنى ايه؟ زي الكيوب مثلا، او زي الصندوق اللي احنا هنشوفه كمان شويه اللي هو ده. بص انا هنا لو جيت بصيت على البوكس ده، فالبوكس ده يعتبر ريجولار سوليد. تعالوا نتعلم او نبتدي نفهم مع بعض how to estimate the volume of solids. فهنبدا مع بعض how to measure او to measure the volume of solids. لازم تسال نفسك هو السوليد ده ريجولار ولا ريجولار. طيب انا هبدا نمبر ايه استيميتنج ذا فوليوم اوف ريجولار سوليد. علشان تحسب الفوليوم اوف ريجولار سوليد ففي ايكويشن بنستخدمها. يعني ايه ايكويشن بنستخدمها؟ يعني انت دلوقتي قدامك ريجولار سوليد، ريجولار سوليد زي الموبايل. الموبايل ده ليه طول وعرض وارتفاع، ليه لينس ويدث وهايت، خلاص. طيب يبقى اللينس والويدث والهايت دولت حاجات تقدر تحسبها في الريجولار سوليد. يعني انا ممكن اجيب الصندوق بتاعي واحسب الهايت واحسب اللينس واحسب الويدث، اجيب الرولر اجيب المسطره واحسب من الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي. انت ممكن تجيب الموبايل بتاعك وتحسب الطول والعرض والارتفاع، وبعد ما تجيب الارقام دي كلها تعملهم ايه؟ تعمل لهم تايم بعض، تضربهم في بعض. تعال نشوف مسألة ونحسبها. بس خدت بالك شايف الرول دي؟ انا عاوزك تكتبها، اكتب volume of regular solid equal length by width by height. طيب تعال نشوف مسألة هنفهم اكتر بالمسألة. بيقول لي problem number one، المسائل اللي بتيجي في الامتحان على فكرة، مسائل سهلة جدا 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 يعني. بيقول لي هنا problem one، calculate the volume of regular shaped solid object. شوف هنا هو قايل لي ايه؟ قايل لي regular، او هو قايل لي ان هو regular. يعني انا هستخدم الرول دي عشان احسب الايه؟ الفوليوم. هو قايل لي، هو ريحني وقال لي ان ده regular، خلاص. if length، لو اللينس بتاعه 5 سنتيمتر، ولو الويدث 3 سنتيمتر، ولو الهايت 4 سنتيمتر، الشرطه دي مكتوبه غلط، ماشي؟ يبقى 5 و3 و4. طيب انا عندي قانون بيقول دي الانسر، بقى انا هكتب كده في الامتحان ذا فوليوم اوف كيوبيد اللي هو او كيوبايد اللي هو اللي قدامي ده، او اي فوليوم يعني بالنسبه للريجولار سوليد. هقول له لينس باي ويدث باي هايت، الفوليوم ايكوال لينس باي ويدث باي هايت. طيب اللينس ايكوال كام؟ ايكوال 5. طب والويدث ايكوال ايه؟ 3. والهايت ايكوال ايه؟ ايكوال 4. يبقى انا عندي لينس وعندي ويدث وعندي ايه؟ هايت. يبقى هعملهم ملتبلاي بعد على الكالكوليتر بقى، او انا اقعد احسبها. بلاش كالكوليتر يعني، احسبها انت كده. 5 باي 3 ايكوال 15 باي 4 او تايم 4 يطلع كام بقى؟ يطلع 60 كيوبيك سنتيمتر. بص هنا كده
ده اسمه كيوبيك سنتيمتر. خلي بالك ان انا بحسب فوليوم، فالفوليوم ليه يونت اللي هي الكيوبيك ايه، الكيوبيك سنتيمتر. خلاص طيب تعالوا نحسب مساله ثانيه. المساله الثانيه بيقول لي فايند ذا فوليوم اوف يور كلاس روم. طب ما الكلاس روم بتاعي ده ريجولر. بيقول لي هنا اف وي نو ذات ذا لينث ايكوال كذا والويدث كذا والهايت كذا. خلاص بقى هي هي نفس المساله، الفوليوم ايكوال لينث باي ويدث باي هايت. احط تحت الايكوال احط ايكوال، خد بالك من النقطه دي، تحت الايكوال بحط ايكوال وتحت اللينث بحط رقمها وتحت الويدث بحط رقمها وتحت الهايت بحط رقم ويطلع ايه الرقم. طيب في مساله ثانيه ممكن يجي يرسم لي رسمه، يجيب لي كده رسمه ويقول لي ان الناحيه دي 10 والناحيه دي 20 والناحيه دي 50. الطويله قوي هي بتبقى ايه اللينس، والصغيره شويه هي الويدث، والايه والصغيره خالص هي الهايت. خلاص طيب فايند بيقول لي هنا في البروبلم نمبر 3 بيقول لي هنا فايند ذا فوليوم اوف كيوبويد هوز لينث ايكوال 20 سنتيمتر والويدث از 15 والهايت 10. فانا بقول له هنا في ناس بتحب تعمل الموضوع ده، بدل ما يكتب كلمه لينث، يعني بدل ما يكتب الكلمة دي اللي هو length times width times height، بدل ما يكتب اللينس ده كله فبيجي على كلمة لينس يعملها حرف L capital. طيب والwidth بتبقى W capital والhight بيبقى إيه H capital. فهو يعني في ناس بتكتبها كده يعني بتبقى صح برضو. فاللينس of أو volume of cuboid length by width by height 20 by 15 by 10 يطلع إيه الرقم ده. تعال نشوف فيديو يحل معنا شوية في المسائل دي، وتعالوا نشوف هو هيحل ازاي. هيحسب هنا الفوليوم اوف كيوبويد. Is the space inside a three-dimensional shape. We measure volume using centimeters cubed, which you write as centimeters with a little 3 above it. 1 centimeter cubed is a cube 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter. A cuboid is a three-dimensional box shape. The cuboid but the regular. If I want to find the volume of a cuboid, first of all I need to label different sides, the length, the width, and the height. The volume of a cuboid is the length times the width times the height. The length times width times height. هنا قبل ما هو يحل شايف هنا ده ايه، ده 4 و 3 و 2 ماشي. انت عارف هتحلها ازاي طبعا، هتقول ده تايم ده ده تايم ده تايم ده. Cuboid. First of all I write out the formula. Volume equals length times width times height. نفس الطريقة اللي قلنا عليها L W H. Then I fill in the numbers. The length is four. خد بالك ان تحت الايكوال ماشي انا بحط ايكوال عشان بس تبقى الدنيا مظبوطه، وتحت اللينس بحط الرقم، وتحت الويدث بحط رقم، وتحت الهايت بحط رقم. خلاص لو انت متلخبط حط الرقم ايه الكبير الاول وبعدين الصغير وبعدين الصغير. The width is 3 and the height is 2. 4 times 3 times 2 is 24. So the volume of this cuboid is 24 centimeters cubed. To find the volume of this cuboid, first of all write out the formula. The volume of a cuboid is length times width times height. Then I fill in the numbers. The length is 2, the width is 3, and the height is 5. 2 times 3 times 5 is 30. The volume of this cuboid is 30 centimeters cubed. To find the volume of this cuboid, first of all I write out the formula. Volume of the cuboid is length times width times height. Then I fill in the numbers. The length is 5, the width is 6, and the height is 3. هو نفس الطريقه، هو برضو نفس الكلام، قال لك ده دي مساله تانية، وانا قمت ايه انا قمت حاطط الايه ال 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 اللينس باي ويدث باي هايت ماشي. هو ايه حط هو اختار ارقام مختلفه شويه بس
يعني هو ما حطش الكبير الاول، هو مش شرط على فكره، المهم ان اللينس ما دام هو ما حددلكش حط الارقام زي ما انت عاوز. 5 times 6 times 3 is 90. The volume of this cuboid is 90 centimeters cubed. ماشي، يبقى ده كيوبيك سنتيمتر او سنتيمتر كيوب، دي الاثنين صح. ده بالنسبة يا شباب للايه، السوليد اوبجكت اللي هو ريجولر، اللي هو شكله كده وبتيجي المسائل بتاعته زي ما احنا شفنا. خلاص؟ طيب يا مستر، لو كان اير ريجولر، انت ما كلمتناش عن الاير ريجولر. بص بقى، تعال نتكلم على استيميت ذا فوليوم اوف الريجولر سوليد. انت هتحسب الريجولر، يعني ايه الريجولر سوليد؟ الريجولر سوليد يعني حاجة غير منتظمة. حاجة غير منتظمة زي الحجر، زي الستون مثلا. يعني تعالى اقرا هنا كده، بيقول لي the graduate cylinder is used، هنستخدم الجراديويت سلندر بقى to measure the volume of irregular shaped object as water raise up. raise up يعني المية هتزيد. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي رحت جبت graduate cylinder زي اللي احنا شفناها في الفيديو قبل كده، والله الجراديويت سلندر دي عليها ارقام، عليها مثلا ارقام اهو. طيب جيت انا حطيت ستون، حطيت حجر، الحجر نزل هنا. طيب هل المية هتفضل زي ما هي؟ لا، انا لما بحط الحجر المية هتزيد شوية. انت جربها في البيت كده، روح هات كوباية مية، وهات مثلا اي حاجة من التلاجة، هات مثلا بيضة مثلا، او هات اي حاجة يعني، وروح حط الحاجة دي جوه المية، حتة حجر مثلا او زلطة او مش عارف ايه، وروح حط الايه الحاجه دي في في كوبايه الميه، هتلاقي مستوى الميه زاد، هتلاقي الليفل اوف ووتر، مستوى الميه اللي جوه الكوبايه ده زاد، مش هيفضل زي ما هو طبعا. اتفقنا؟ طيب هو الاول كان واقف عند ليفل معين. يعني بص، لو بصينا للصوره دي، الصوره دي بتوضح لنا ايه؟ بتوضح لنا ان انا كان عندي سلندر بالشكل ده، السلندر دي كان فيها ميه لحد 30، لحد هنا او تحت هنا شوية يعني، ماشي، عشان اخليكم تشوفوا بس. وبعدين لما انا حطيت الستون، بص انا هنا مسمي ده V1 اكنه فوليوم 1 يعني، لما حطيت الستون دي المية ايه؟ المية زادت، واخد بالك؟ المية ايه؟ المية زادت شوية عن ايه؟ عن هنا. طيب زادت ليه؟ لان انا دخلت حاجة جوه المية، ما هي الحاجة دي ليها فوليوم، خدت عملت اكوبايل للسبيس، عملت ايه؟ خدت مساحة من الايه؟ من الووتر، خلت المايه طلعت فوق، يعني قعدت وخدت مكانها. يعني انت تخيل انت قاعد داخل جوه، انت داخل جوه كوبايه ميه، لو انت تخيلت صغير قوي دخلت جوه كوبايه ميه، مش انت هتاخد مساحه من المايه دي، هتخلي المايه تطلع فوق شويه، لان ولما تخرج انت من المايه تلاقي المايه نزلت تاني، وهكذا. طيب بنحسب الموضوع ده ازاي بقى؟ بنحسب الموضوع ده ان انا بجيب V2 اللي هو بعد ما انا حطيت الحاجه ماينس V1 ماينس اي في 1. يبقى انا عندي هنا قانون بيقول ان في 2 ماينس في 1. انت في المسائل اللي زي دي بتبقى سهله جدا، يقول لك انا عندي جرادويت سلندر، الجرادويت سلندر دي هي كان فيها 30، كان فيها 30، بعد ما حطيت الايه الريجولار سوليد اوبجكت بقت 50، ما هي 50 كده بقت 50، بقت كبيره، يبقى 50 ماينس اي 30 اللي هو في 2 ماينس في 1. تعال نشوف مساله على الموضوع ده، تعال نشوف مساله على الموضوع ده. بيقول لي هنا ان هو problem number one put if you put piece of iron، حطيت حتة حديد in graduated cylinder containing 35 cubic centimeter of water، the water level raise up to 45، زادت ل 45. طيب يبقى انا عندي هنا الصغير ده V1 والكبير هو V2، يبقى انا قبل ما احط الايرن كان V1 وبعد ما حطيته كان V2. طيب يبقى V1 عندي ب 35 وV2 ب 45، V2 ماينس V1 اللي هو 45 ماينس 35 ايكوال ايه؟ 10، لان القانون عندي بيقول ايه؟ القانون عندي بيقول V2 ماينس V1، ففي المساله هنا V2 كانت ب 45 وV1 كانت ب 35. خلاص؟ طيب عندنا اكزامبل تاني. بص الاكزامبل التاني ده غريب شويه وعاوزكم تفهموه بقى بالراحه كده. الاكزامبل التاني بيقول لي انا ما حطيتش حجر واحد، انا حطيت 5 ايرن بيسز، حطيت خمس حتت حديد. انا عاوزك تفهم المعلومه دي بالراحه كده،
بص هو لو كان حط واحدة فالزيادة اللي زادت دي هي بتاعت واحدة اللي هو في 2 ماينس V1 وخلاص. طيب انما هنا هو حط 5 ايرن بيسز، حط خمس وحدات، حط خمس ايه وحدات، فبيقول لي ايه 5 ايرن بيسز of equal volumes are put in graduated cylinder filled with 20 cubic centimeter. 20 ايه cubic centimeter، هي ده ال V1 لان هو حاليا في سلندر اهي، السلندر دي فيها 20، قمت انا حاطط جوه السلندر دي حاطط خمس حاجات، حطيت 5 ايه ايرن بيسز، طبعا المية هتزيد اهو زي الشكل ده. شوفوا المية زادت لحد فين، زادت لحد 80، زادت لحد ايه 80 لما انا حطيت ال 5 ايرن بيسز. بيقول لي find the volume of each piece، هات الفوليوم بتاع كل بيس فيهم. يبقى انا هنا لو انا عملت في 2 اللي هو ده ماينس في 1، انا هنا حاطط 5 اي بيسز، فالفي اللي هيطلع او الفوليوم اللي هيطلع ده بتاع الايه بتاع ال 5 ايرن بيسز. ما هو انا دلوقتي كان عندي 20 حطيت خمس وحدات بقوا 80، ما هو 80 الفرق بين 80 و20 ده الزياده اللي زادت دي كلها، الزياده دي كلها بتاعت واحده ولا بتاعت كله؟ بتاعت كله. يبقى انا دلوقتي the volume of piece of iron equal 80 minus 20 اللي هو ده minus ده يطلع 60. بس ال 60 دي بقى يا كابتن، ال 60 دي بتاعت واحده ولا بتاعت ال 5؟ لا بتاعت ال 5 بتاعت كله، فانا لازم اعمل 60 divided الايه ال 5 عشان يطلع كل واحده فيهم بكام. نقول تاني، نفترض ان مثلا احنا عندنا سلندر زي دي، ثواني خليكم معايا. احنا دلوقتي جبنا مثلا خمس اشخاص ماشي، وقمنا رامينهم جوه سلندر زي دي، فالميه زادت لحد 80، هل الميه لما زادت لحد 80 دي بتاعت واحد فيهم ولا بتاعت كلهم مع بعض؟ كلهم مع بعض، فاحنا عاوزين كلهم مع بعض. احنا قلنا في 2 ماينس في 1 اللي هو 80 اللي هي الميه اللي زادت، الميه الاساسيه طلع 60، فال 60 دي بتاعت الخمسه بتاعت ال 5 ايرن بيسز، فانا عاوز اجيب الواحده منهم بكام؟ يعني هو الواحد منهم زود قد ايه؟ الواحد منهم زود ايه 12، 60 ديفايدد الايه ديفايدد ال 5. ماشي يا شباب؟ طيب في بقى هنا خدعه او مش خدعه، هي حاله خاصه كده، وهي فكره افرض انا جايب كوبايه ميه او جايب سلندر مليانه على اخرها ميه، مليانه على اخرها ليكو، مليانه على اخرها خالص، هي مليانه لحد اخرها، وقمت انا رامي جواها حجر او اي بادي، تفتكر في ميه هتخرج ولا لا؟ يعني هات كوبايه ميه على اخرها وقوم رامي فيها طوبه، طب ما في ميه هتخرج، الميه اللي هتخرج دي هي الفوليوم بتاع الايه بتاع الحاجه اللي انت حطيتها. يعني هات كده، هات اي كوبايه ميه كبيره وملاها ميه خالص خالص وحط ايدك جواها، الميه هتخرج بره. ليه؟ لان ايديك دخلت خدت فوليوم، خدت مساحه، فالميه اللي خرجت دي هي ايكوال البادي اللي دخل جوه الميه، يعني ايكوال ليها. فبيقول لي هنا وين بادي سبمرجد، يعني لما يكون في بادي، لما يكون في اوبجكت او جسم والبادي ده سبمرجد كومبليتلي ان سلندر، يعني اتحط جوه سلندر فول اوف ووتر، مليان بميه، اند ذا ووتر سبيلد اوت، سبيلد اوت، سبيلد اوت يعني اتدلقت كده بره، يعني بص كده ايه الميه خرجت بره كده، فالميه اللي خرجت دي ايكوال الفوليوم، يبقى ذا فوليوم اوف بادي ذا فوليوم ايكوال ذا فوليوم اوف سبيلد اي ووتر. وهتلاقوها في المسائل، يعني يقول لك مثلا ايه هنا مساله اهي بتبقى مسائل تافهه جدا يعني بصراحه. بص هنا مثلا بيقول لك ايه
problem number 3 ودي مسألة بتيجي كتير. If 50 cubic centimeter water spilled out, لو 50 cubic centimeter, لو 50 cubic centimeter spilled out, يعني في أنا عندي بيكر لقيت فجأة إن في 50 cubic centimeter خرجوا مية اتدلقت برا of beaker after piece of stone was submerged into the beaker, find the volume. بيقولي لو أنا عندي الشكل ده وعندي كوباية مية مليانة جدا أو سلندر مليانة جدا وقمت رامي فيها stone, لقيت إن خرج من الإيه, خرج من السلندر دي 50 وهي كانت مليانة, ماشي, لأن spilled out دي معناها إن اتدلقت برا. يبقى the volume of stone equals the volume of spilled A water, وساعتها هتبقى equal A 50 على طول. دي أنواع المسائل اللي بتيجي, بس أكتر المسائل اللي بتيجي أو أشهرها هي لما يجي V1 و V2 على طول. يعني يجي يقول لك if beast put in graduate cylinder we كان ال V1 بكذا وال V2 بكذا, يعني كانت 35 وبقت مثلا 45, V2 minus V1 على طول, ماشي. وبقيت المسائل أنا عاوزك تتفرج على الفيديو أكتر من مرة وتفهمها كتير. ده كده lesson 1 احنا خلصناه. بس قبل ما نقفل الفيديو انا هفرجكم على فيديو وتفكروا معايا وتكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي الولد ده بيفكر فيه. الفيديو عبارة عن ان في ام ومعها ابنها وهي قدامها كوبايتين مية, فكوبايتين المية دول قد بعض, قامت واخده كوباية مية منهم وصبتها في كوباية مختلفة وبتسأل الولد هل هو نفس الفوليوم, هل المية نفس الحجم ولا المية زادت ولا المية قلت. تعالي نتفرج على الفيديو ده, ده للنكست لسن, يعني ده الدرس اللي جاي, ماشي. تعالي نتفرج. يلا بينا. بص بقى. Okay, Sasha, when we look at both of these glasses, does any of them have more? هو الولد ده قدامه ايه؟ قدامه two glasses. الاتنين يعتبر قد بعض اهو في الايه؟ في الـ في الـ في الليكويد. بص هي هتعمل ايه؟ Same. It's the same. Now, when we look at these glasses, okay, which one of them has more water? يبقى انت من وجهة نظرك مين فيهم عنده مية اكتر او عنده ليكويد اكتر؟ ده السؤال بتاعنا. هنسمي الكبيرة دي نمبر A, ده بينه وبين بعض يعني, هنسمي دي نمبر A وهنسمي دي نمبر B, وهوريكم الفيديو تاني خلاص. بس هنسمي دي A وهنسمي دي B. عاوزك تقول لي مين فيهم عنده مية اكتر, مين فيهم في مية اكتر, خلاص. اوكي okay, طيب تعال نرجع تاني. Okay, Sasha, نتفرج على الفيديو. Both of these glasses, does any of them have more water or is it the same? Same. It's the same. Okay. صبيتهم في واحدة تانية. When we look at these glasses, مين فيهم بقى عنده, which one of them has more water? مين فيهم عنده more water? Why do you think it has more water? هو قال لها ده لونجست, خلاص. احنا هنسمي دي ايه وهنسمي دي بي. هل رأي الولد صح ولا غلط, ماشي, وانت تختار ايه ولا تختار بي؟ ده السؤال اللي احنا هنسيبه لي الدرس اللي جاي. في اول الدرس اللي جاي ان شاء الله هنجاوب على السؤال ده وهستنى في الكومنتس. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق, واتمنى ان انتوا تحلوا كتير على الليسون ده. ده كده الليسون 1 احنا خلصناه, وان شاء الله نكون مع بعض طول السنة وتفهموا المنهج بالتفصيل. اي حد عنده سؤال او مش عارف حاجة معينة هيلاقي ان رقم موجود في الملزمة, والملزمة موجودة تحت في الديسكريبشن في الوصف بتاع الفيديو. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا. باي باي.